قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا حين يبقى الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا. ينزل كيف؟ ما بنعرف ولا حنعرف، لكن ينزل ربنا، لأن الرسول قال ينزل ربنا. نؤمن بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما بنقول ينزل زي فلان أو علان، ده كفر. لكن ينزل ربنا حقيقة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ يا جماعة شوفوا الكلام ده عجيب كيف. قال: وذلك كل ليلة، كل ليلة، كل ليلة، والناس نايمين بيشخروا. الله يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ كلام ده حق يا جماعة. وقوم وادعوا الله وشوف بيحصل لك شنو من الفرج، من أي ضيق على وجه الأرض. وما في مستحيل على الله سبحانه وتعالى. ربنا قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ لكن الكلام ده يا جماعة عشان تفهموا، دروا إيمان راسي ودروا عقيدة قوية في الله. ما داير له زول يكون عقيدته في عبد من عباد الله، لا في ولي، لا في قبر، لا في قبة، لا في شيخ. عقيدتك تكون صافية لله الذي خلق السماوات والأرض، لأنه الصالحين فيه والأولياء فيه ما بتقدر تنكرهم تقول ما فيه. لكن هم ما آلهة مع الله ولا شرك مع الله سبحانه وتعالى أبدا، وهم ذاتهم ضعاف يا أخي، خبان ما يخلقوها. قال الله سبحانه وتعالى عنهم: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. الله قال لك اللي بتسألهم من دون الله من الميتين ديل، حتى لو كانوا كويسين، حتى لو كانوا صالحين، حتى لو كانوا أولياء، الله قال ديل ما بقدر يخلقوا ضبانة واحدة ولو اجتمعوا له. اجتمعوا اجتماع كبير عشان يخلقوا ضبانة واحدة ما يقدروا. بالله يشوف القرآن ده واضح كيف. ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا. جات الضبانة شاركت وشالت من صحن واحد من الناس الصالحين والكويسين ديل لقمة واحدة قدر الضبانة، لا يستنقذوه منه، ما يقدر يجرها من الضبان، لا يقدر يخلقها، لا يقدر يجر منها اللقمة السلبت منه، سرقت منه، فكيف ينفعك أو يضرك؟ قال تعالى: لا يستنقذوه منه. ضعف طالب اللي بيطلب غير الله ضعيف، والمطلوب ده ذاته ضعيف، لأنه بيمرض ولا ما بيمرض يا جماعة؟ بيمرض، بيموت، ولو ما بيموت كان دفنوا له. قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. شيء ما بيخلق، مخلوق، أموات غير أحياء، ميتين، وما يشعرون أيان يبعثون. عشان كده يا جماعة الكلام ده عشان يتحقق، وعشان ربنا ينجيك كما نجى نبيه يونس عليه الصلاة والسلام، لابد إيمانك ده يكون في الله صافي، ما معه أي شرك ولا معه أي شايبة تخدش الإيمان والعقيدة والإخلاص.